مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج الموريتانيا من الداخل، نقدمها لكم من مدينة روسو، فأهلا بكم. نبدأ معكم الحلقة بمناظر اخترناها لكم من ولاية ترارزا. متابعة شيقة. ربي الأجيال على الحلم والسلم، ولا تنسى تطفي نار الفتنة وتزرع ورود السلام. أحيي الأبطال على الدم اللي مضى، أبدأ ابني دار الحكمة وارفع طموحك للسماء. الشر يبيك الرسالة وقاوم نادك بالبسالة، وضحي بدم الرجالة في حتى كبرنا بالحرية، شنقيطر قد متمولك، عندك رجال وفية، عندك جندي، عندك ضابط متحمل مسؤولية. رجالة كان شوي فما ذيقة إلهية، نتيجة الاستقلال يا لمرة حزمي خلال، عدوي دخل بلاد محال ما عنده مفر، شنقيطي ما تستعمر، قبلنا الاستقلال بعرك جبين حلال. الحرمة فيك الرسالة، قومنا لك بالبسالة، ضحينا بدم الرجالة فدا de Mauritanie, noix choti ma pari falle. Foya, foya, foy. Taxi moutou on a menikana. Kafo, kafo nyano sembe yo. Oma khadunge no. Bogo bak mbede. Haro na dunge nyana fo. Nebeke yano fo. Nankha wate gede. A kafo nyano sembe yo. Oma khadunge no. Bogo bak mbede. Haro na dunge nyana fo. Nebeke yano fo. Nankha wate gede. Hayan sa'i. تعيش عدد من الأسر المستثنات من ترحيل جسر روسو على بساتينها الواقعة على طخوم الجسر والمحاذية لورشات العمل، ويتطلع هؤلاء المواطنون في ظل ما يشاع عن توسعة منطقة الجسر وتحرير كامل محيطه، إلى أن يأخذ ترحيلهم بعين الاعتبار الفوائد الكبيرة التي كانوا يجنونها من بساتينهم التي تشكل مصدر دخل لهم. أخلى جسر روسو مساره الطويل من جميع ساكنة الحي المحاذي للجسر،
وتم وقتها توزيع قطع أرضية على المواطنين الواقعين على طول خط هذا المسار الطويل لتتحرر كل تلك المنطقة لفائدة الجسر وطرقه الرابطة بينه وبين الشبكة الطرقية العامة. هذا التحرير استثنى بعض البساتين التي يعود تاريخها إلى ماض قديم، وشكلت على مر التاريخ مصدر عيش لبعض الأسر التي توفر منها دخلا معتبرا وتحقق منها احتياجاتها الغذائية في مجال الخضروات. احنا شي من العلايات وعايشين في هذه الحريزة، وعندنا شي من العيال معيشين فيها. سمعت هون الحقنا شي من الربوب مباليت والحجار والمحار وش ما عرف شنو كرينا عليه قرادير. سمعتوا قبلنا نحن وعدلنا ودرسنا وعدلنا حريزة وعدنا مستنفعين منه. بون قضيت لا كورنيش تستفاد منها القوارب كاملة. أنا ما لنا ما بين عنها كورنيش، عاد تخلق لا كورنيش دار يقوموا ياسم الحرايز يقوموا من حال طريق الكورنيش ديك ساعة دار تضرر الناس. ساق من الناس الضرر قلنا نحن عندنا اتحاد تو لي جاردان عندنا اتحاد عندنا شي واحد نتكلموا كلمة واحدة. ذاك الصبح لا جاردان لا يقوموا لا انفاس ولا البنك مونجال يعوضنا ويعطونا فلا نحرقوا. هذه البساتين لا تزال صامدة على بعد أمتار قريبة من ورشات الجسر رغم ما يشاع من احتمال التهام الجسر لكامل الحي المحاذي له. طلبنا من الانفاس في إطار تسيير النهر دراسة تسمح لنا بتأهيل وتحضير هذه الضفة كاملة اللي هي كورنيش. وفي ذاك الإطار عدلنا دراسة اللي تسمح لنا بعلن اللي قالوا حاشية البحر كاملة تعود أولا اللي قد تلتحق يعني تعود الناس اللي قد تستفاد من البحر للصيد فيه والله حتى السباحة. وبالتالي فهم دراسة لتأهيل هذا الشاطئ كامل يعود فيه ممرات وأوتيلات ورستوران. يعني هذا للدراسة مقدرة هي عن فهم ساكنة فهم مستفيدين، وإن شاء الله هو ما عليه تعدل أي إجراء ما فات تم تعويضهم بصفة محترمة وبصفة لائقة. وفي انتظار الحسم في موضوع كورنيش جسر روسو يغذي المواطنون الصامدون بمحاذاة الجسر الأمل في أن يتم إنصافهم في خطة الإخلاء لتحرير محيط الجسر، ويتطلعون إلى أن يتم الأخذ بعين الاعتبار في عمليات الترحيل لمورد دخلهم الذي ظل عماد حياتهم على مر الأزمنة وتعويضهم عن بساتينهم وأنشطتهم المدرة للدخل. ومن ولاية ترارزا نتحول بكم إلى ولاية غورغول. يعتبر برنامج مهنتي أحد أهم مكونات التشغيل التي استحدثتها وزارة التشغيل والتكوين المهني لدعم الشباب في مختلف ولايات الوطن. التقرير التالي يتناول أحد المشاريع التي استفادت منها مقاطعة تنبود بولاية غورغول. تحمل هذه اليافطة اسم مشروع تجاري تعود ملكيته لمجموعة من النساء بمدينة تنبود يعملن في مجال الخياطة وتصميم الأزياء بتمويل ودعم كامل في مجالي التكوين والتأطير من طرف مشروع مهنتي الذي يعتبر محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية تعهداتي. أنا هذه واحدة من مهنتي اللي يكونونها، ومضينا شهرين في التكوين ما شاء الله واستفدنا منهم، وعقب التكوين جابوا لنا شي من ماتريال مكاين ومعاشي من نوع من الخناق. مضينا هون شاء 4 أشهر والله 5 ما شاء الله نحن نخيطوا الخناط اللي جابوا لنا وننخيطوهم نبيئوهم ونشري بهم اللي شي وخر نخيطوه ونبيئوه أنا وزميلاتي. المستفيدات من هذا التمويل يتناوبن بشكل دوري ومنتظم على تسيير المحل، ففي هذه الفترة تتولى رقية خالد مهمة تسيير المحل مستعينة بأحد العمال من أصحاب المجال والذي استطاع الحصول على فرصة عمل من خلال هذا المشروع الذي يتولى داخله تطريز وتصميم الأزياء. لا شمل العلايات والنساء العائلات إلى الأسر، ولا لدينا الإمكانيات الكامل
ونختار ولات ساعدنا تدعمنا، كانوا الالات انتم نشرو بهم الاخناق وانتم نخيطوهم ونبيئوهم. غير الدعم هو اللي قالنا نبغوا يشتغلوا طافيلات معايا، غير الحاكم ان لا الدعم الامكانيات لشراء الاخناق وشراء السلوك انتم نخيطوا ونبيئوا. شاكل رئيس الجمهوريه الاسلاميه لا يعيننا في الدعم، لا شمل الالات الايلات الاسر كلها عنده شمل الشاشره تجري لي. حلم طالما راود رقية وزميلاتها رتحا من الزمن، لكن التكاليف الباهظة التي يتطلبها المشروع كشراء المعدات وإيجار المحل وغيرها ظلت تشكل حجر عثر أمام تجسيد الفكرة على أرض الواقع، إلى أن تمت الموافقة على تمويل هذا المشروع من لدن برنامج مهنتي ضمن عشرات المشاريع على مستوى مقاطعة بود. لبرنامج الموريتانية من الداخل، معاد عبداوة، مدينة بود. ومن ولاية غورغول ننتقل بكم إلى ولاية العصابة. تعاني مدينة كيفا منذ سنوات زحمة مرورية خانقة أثرت بشكل مباشر على سلاسة حركة المواطنين، ما جعل الجهات المعنية تتحرك في اتجاه وضع خطة لتخطيط عمراني حضاري. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. واقع صعب تعيشه مدينة كيفا منذ سنوات نتيجة لغياب تخطيط عمراني حديث. المتجول داخل شوارع المدينة ذات الكثافة السكانية الكبيرة يلاحظ الازدحام الخانق للمرة والسيارات، ما ينعكس سلبا على سلاسة الحركة والتنقل. هذه الولاية ثالثة فاصلة في شوارعها، يوسع شوي وفاصلة تعدل لها حالة. ماذا هي كل ساعة هون زحمة وكل ساعة الناس متعاجنة، زين فيها توسع والله تعدل لها حالة ماذا هي. فهمت؟ إياك المواطنين يستواوا فيها كامل، وإياك اللي يخفوا علينا الزحم اللي في الأسواق وفي البلدات الثانيين. تفاقم المشكلة حرك السلطات العمومية عبر وضع مخطط عمراني يضع في عين الاعتبار حجم المدينة وتعداد سكانها. الزائر العادي يلاحظ مدى الاكتظاظ والزحمة الكبيرة نتيجة لسوء التخطيط وضيق الشوارع والتفافها، ولذا هم بعض الأماكن كالسوق المركزي صعيب حد يدخل حاله. هون فرقة من وزارة الإسكان والقيادة العليا للقوات المسلحة لهم شهرين تقوم بإعداد مخطط عمراني حديث ومعصر لمدينة كيفا، وهي الآن في مراحلها النهائية. مشاكل عدة سيتم حلها بعد تطبيق المخطط العمراني الجديد، ما سيكون له الأثر البالغ على الحياة اليومية للمواطنين. لبرنامج الموريتانية من الداخل، متالي الصادق، مدينة كيفا. ومن ولاية العصابة ننتقل بكم إلى ولاية الحوض الشرقي. في مدينة تمبدغا تم إطلاق ورشة تكوينية حول تقنيات زراعة الأعلاف واستخدام ماكينات الحلابة لصالح المنمين، منظمة بين وزارة الثروة الحيوانية ومشروع الدعم المؤسسي للمساهمة في المرونة الزراعية والرعوية. تهدف الورشة إلى رفع القدرات الفنية للمنمين في مجال زراعة الأعلاف وترقية وتطوير إنتاج الألبان ضمن استراتيجية الغطاء للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مادة الألبان في أفق 2028. أزيد من 40 منتجاً للألبان يتوزعون على مقاطعة ولاية الحوض الشرقي يستفيدون من دورة تكوينية حول تقنيات زراعة الأعلاف واستخدام ماكينات الحلابة في إطار مقاربة زيادة القيمة المضافة للثروة الحيوانية، إحدى أهم المقدرات التنموية بولاية الحوض الشرقي. هذا المشروع قطعاً مهم عند المنمين، وشاكرين الوزارة اللي بدأت به وطالبين منها المتابعة لين تكمل اهتمامها وتأطر المنمي لين يبلغ مهمته، وهو لا شك في أنه ما هو مشروع مهم، والمنمي ملي قطعا على أنه مستعد متابعة المشروع لين يكمل النظرية المطلوبة منه وذات أهمية. لا يطرينا نشاط، لا يطرينا قطعا الطريقة اللي لا يشوف بها العمل اليدوي أو العمل بالآليات اللي موفرنا به، كيف المكاين وكيف الأمور لكم الوسائل لكم اللي يطال اللي يلا فينا طال. إحنا كمنمين جينا هون
لهذه الورشة اللي لاهي نراو نوع من التكوين على آلات يحلبوا الحيوان، وكذلك نراو شيء من المعلومات عن زراعة الأعلاف، لأن المحاولين جاك يدخلوا الأساليب الجديدة من أجل رفع الإنتاج، وبالتالي من أجل جعل هذا الحيوان عنده قيمة لابد من يحسن في الطريقة اللي يعامل بها، ويحسن في طريقة تربيته، ولابد أن احنا كفاعلين في هذا المجال أننا نكتسبه نوع من التكوين، إياك نعرفه هذه التقنيات اللي بتنطبقها. عروض نظرية وأخرى تطبيقية يقدمها خبراء مديرية تنمية الشعب الحيوانية التابعة لقطاع التنمية الحيوانية، تهدف إلى رفع القدرات الفنية للمنمين في مجال زراعة الأعلاف وترقية وتطوير إنتاج الألبان. وهذا طبعا يدخل في إطار استراتيجية وزارة التنمية الحيوانية من أجل تطوير وتنمية شعبة الألبان اللي نعتبره عن الحوض الشرقي، هو عبارة عن حوض لبني ومهم بالنسبة لنا تنميته، ياك يساهم في تحقيق الاستراتيجية اللي عنده والأهداف اللي عند الوزارة، واللي من أهمها تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الألبان من هون سابق 2027. تأتي هذه الجهود المبذولة ضمن استراتيجية تعنى بإطفاء الطابع المهني على أنظمة إنتاج الحليب من حيث زيادته وجودته من خلال إنشاء مزارع نموذجية، كما هو الحال في مشروع مزروع قرية متويكات شمال شرق مدينة تنبدغة. الفاغوي للشيباني، قناة الموريتانية، لبرنامج الموريتانية من الداخل. ومن ولاية الحوض الشرقي ننتقل بكم إلى ولاية أدرار. يزخر حقل تيار تصدر النموذجي التابع للمنسقية الجهوية لبرنامج ترقية وتنمية الواحات في أدرار بآلاف النخيل، كما تستفيد منه المئات من الأسر ذات الدخل المحدود. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. أو حقل تيار تصدر النموذجي لزراعة النخيل من طرف المنسقية الجهوية لبرنامج ترقية وتنمية الواحات بأدرار، معتمدة المعايير والتقنيات الحديثة لزراعة النخيل، وقد استفادت من هذا الحقل مئات الأسر ذات الدخل المحدود. بمنطقة ينقالها تيار تصدر، تم التئام فيها مجموعة من اللودية في السنوات الماضية، سنوات الجفاف اللي ما شهدت الولاية، اللي مات فيهم ياسر من خال عند المزارعين، عاد فيها القرينات اللي تأثروا بالسد التابعين لبلدية عينها الطايع، جابوا نحن إلى الشرب اللي طوال نضافوا لهذا المشروع، وهل القصير وهل تويزكتات وهل المعيدة وهل تزقر، أي المناطق نضافت لهذه بالإضافة للناس اللي ما كانت عندها نخيل، ما قط يعمل كت النخيل، واستفادت كلها عنده 36 نخلة مطبق عليها تقنيات زراعية كاملة اللي متعلقة بالنخيل، وده هي اللي شفته عاد الحمد لله تثمر عاد الناس ما دار لين، والمجموع اللي هي 14400 نخلة مستفادة منها 405 أسر. يقع الحقل على مساحة 100 هكتار مربع، ويزخر بما يزيد على 1400 نخلة موزعة على أكثر من 400 أسرة بمعدل 36 نخلة للأسرة الواحدة. ولما يحققه الحقل من منتوج، يطالب المستفيدون بإضافة مكونة الزراعة تحت النخيل، فضلا عن مطالبتهم بإنشاء تجمع سكاني بالمنطقة. أضريك الناس فاصلة تعود عندها بلد السكن وتعود عندها بلد الزراعة، مزرعة تعود تنتج لها، وفاصلة هي في الإنزال عملها، وشاكرة الدولة وشاكرة الرئيس على هذا النتيجة اللي أرادت المواطنين، والمواطنين فاصلة في زيادتها. احنا مجموعة قالنا اللي قرينات تألف من 100 رقع، ونخلنا وديارنا طاحوا نهائيا، وخمرهم مات لبلدنا صالح للسكن، وندوروا بلدهم احدى المشروع نسكنوا فيه ونتقرأوا فيه، هذا طلب ملح، طالبين للدولة طالبين تساعدنا فيه. تقنية الري بالتقطير هي الأسلوب المستخدم في ري الحقل، حيث يتوفر على نظام لهذا الغرض،
كما يتلقى المستفيدون بشكل دائم التأطير الفني اللازم حول التقنيات الحديثة المتبعة في زراعة وتعهد النخيل. عبدالله صوفي لبرنامج الموريتانية من الداخل مدينة أطار. ومن ولاية أدرار ننتقل بكم إلى ولاية داخلة نوادبو. يواصل مركز الترقية النسوية بداخلة نوادبو عطاءه، حيث خرج دفعة من الفتيات السنة الماضية في مجالات الخياطة والتجميل والطبخ والمعلوماتية، ويستعد الآن لتخريج الدفعة الثانية. مراسلنا بنوادبو لديه المزيد. تقوم وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالاهتمام بالكثير من المجالات التي تهم المرأة، من بينها مركز الترقية النسوية في نوادبو، والذي يكون العديد من الفتيات في عدة مجالات تهم المرأة مثل التجميل وصناعة الحلويات بأشكالها وأذواقها المختلفة. نحن هنا تيه نقرهم تجميل بصفة عامة، نقرهم تجميل بصفة عامة، يعني يخوهم ولو واحدة منهم مارات دعم تقد هي تفتح صالون. علمهم هنا طبخ بصفة عامة وجبات سريعة وحلويات، وما شاء الله جماعة الدفعة السابقة الحمد لله تخرجت وفتحت محلات بعض منها. كما يشمل هذا التكوين بعض الفتيات التي يرغبن مهنة الخياطة والزركشة، وتكونهن مؤطرات في هذا المجال كتصميم الأزياء ومقاساتها وخياطتها بأنواع من الخياطة العصرية وتارة الخياطة التقليدية، كما يتدربن على المعلوماتية ليتعلمن التسويق بعد تخرجهن. أول شيء تعرفنا على مكونات الحاسوب اللي هما إكران وسوري إنديتي سنترال وكلافية. اخترت التكوين زيان عن جهته، فتبارك الله وجبرت مالي الفايدة فيه وما شاء الله زين، فتبارك الله والشاكرة حتى المركز ما عنده أي مشكلة وجابري مالي الفايدة حتى، فتبارك الله. وبهذا يكون مركز الترقية النسوية في نوادبو قد خرج مئات الفتيات وكونهن في عدة تكوينات تهم المرأة، لأن الاهتمام بها يدخل في برنامج السلطات العليا للبلد. أحمد محمود الزمراقي لبرنامج الموريتانية من الداخل نوادبو. ومن ولاية داخلة نوادبو إلى ولاية تير زمور. استبشر سكان مدينة زويلات خيرا بالتهاطلات المطرية الأخيرة التي شهدتها ولاية تير الزمور، ويعول سكان الولاية عليها كثيرا في خلق مراعي تنسيهم سنوات طويلة من الجفاف. شوارع مدينة زويلات وهي تحاول امتصاص بقايا مخلفات أمطار انتظرتها المدينة منذ سنوات، علها تساعد في إعادة قطعان الماشية التي هجرتها منذ سنوات بحثاً عن الكلأ في مناطق أخرى من البلاد. أمطار مدينة زويلات استقبلها سكان المدينة بارتياح كبير وأضفت جواً معتدلاً على الحياة العامة في المدينة. ما شاء الله النهار كذرتي، ما شاء الله علينا الجو زين والسحاب زين، ما شاء الله وردانا ما شاء الله زين، ما شاء الله جاتنا سحاب حامدين الله وشاكرين، وسقرت الأرض وجبرنا القرواح وجبرنا، نتمنى ان شاء الله يوم ولانا تعود عام الخير والسلام علينا. لو هو موسم الامطار جينا احنا عكس بلدات ثانيين موريتانيين، ولا تبارك الله زينه، وهم اللي دور ترتع الحيوان هاي السنه تبارك الله، ما مخيوف عليه دور تفيت السنه تبارك الله، الناس ما احتاجت الحش ولا شيء. وتكتسي هذه الامطار اهميه بالغه بالنسبه للسكان، ليس فقط بسبب الجو المريح والنسيم العليل اللذين حملتهما معها، وإنما نتيجة للفترة الزمنية التي تساقطت فيها على المنطقة، والتي يقول العارفون بها إنها الأحسن من حيث القدرة على خلق مراعي تعتمد عليها مواشي المنطقة لعدة أشهر قادمة. كانت فاصلة فيها الولاية هناتي، وجابها مولانا في وقت مناسب، هذا هو الوقت المناسب لأصحاب تيرس أصلا تنبت فيها، اللي ينبت من الربيع الحر واللي يصون مولي فيها في الولاية أصلا، وينبت ومعمول على نبات فيها لا عادة مع الله فيها، اللي جات في الوقت اللي مناسب التيرس جات زمن ورا الشتاء ورا القريس بصفة خاصة ونهاية الشتاء، ولحقت الأرض مولي ما فيها الحية
حيتها قليله، راجلها تعود اصحاب مباركه ان شاء الله، بها اليرد انا وشربت منها التراب، بلقى فيها البليدات اللي متلاومنهم البوشات حصل فيهم الماء اللي ينقلب، والثاني خالطه الصرع على الصرع، وهذا هو عاده هو اللي تنجبر نتيجته ضمرته من الارض. وتعرف ولاية تير زمور بخصوبة الأرض وتنوع النباتات، حيث تمثل في موسم الأمطار أكبر خزان للمراعي بالنسبة لمنمي المناطق الداخلية من الوطن. سيد أحمد البوكار سيرة، زوارات الموريتانية. بهذا العنصر تكتمل فقرات هذه الحلقة من برنامج الموريتانية من الداخل، قدمناها لكم من مدينة روسو عاصمة ولاية ترارزا. في نهايتها تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم.